مشاهدين فايس بريس، السلام عليكم. كنت واجه بضواحي منطقة طيف مليل مدينة الدار البيضاء. كما كنتم على المشاهدين الكرام، حملة أمنية مشتركة كبيرة بقيادة باشا المنطقة، السيدة يعني الباشا يعني الصارمة في العمل ديالها. كما بيقولوا منطقة من هذه منطقة مناطق نواحي طيف مليل، يعني حسب التصريح الأولي ديال الباشا والقياد بأن هذه المنطقة جاءت اتصالات منها على بعض الخارجين على القانون وبعض يعني غير أمن المنطقة اللي كيعبتوا هنا. فهذه حملة كما قلنا أمنية مشتركة. يعني بمناسبة رأس السنة الجديدة. عدد من القياد وناس القوات المساعدة الملكية كم شفنا. شو عدد يعني رجال السلطة يعني بكثرة في هذه الحملة قيادة باشا المنطقة؟ كريم عندك 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 لازلنا مشاهدي الكرام يعني في الحملة اللي كتنظمها السلطات منطقة طيف مليل سبيت بقيادة باشا المنطقة، وعدد كبير من القياد ورجال السلطة بمناسبة رأس السنة الجديدة. كما قال السيد الباشا، في هذه السنة يعني رأس السنة الجديدة والاحتفال خص يكون في ظروف جيدة. كما شو الجميل ان السيد الباشا كتسأل الناس ساكن هنا وكتسلم عليهم بكل لباقة
يعني الهم ديالها هو ان المنطقه تكون في سلام. مشاهدين في اسبريس لو تحقوا من الان، يعني نحن في جوله مع باشا منطقه تيطمن السبيت اللي كتقوم بحمله يعني امنيه مشتركه بمناسبه ليله راس السنه الجديده الميلاديه، يعني لاستبداء الامن. اكيد مشاهدي الكرام، يعني مدينه دار البيضاء جميع المدن المغربيه، يعني الاجهزه الامنيه قامت يعني ب ترتيبات امنيه كبيره في جميع الولايات الامنيه بمناسبه الراس السنه الجديده. ألف تحية لباشا المنطقة اللي كتسهر يعني بنفسها على هال الحملة الأمنية، ولجميع القيادة الموجودين ورجال القوات المساعدة وجميع السلطات بصفة عامة. دائما معكم مشاهدي الكرام في تتبعنا لهذه الحملة الأمنية المشتركة. يعني هذه الحملات غتستمر وغتكون في بعض المناطق الأخرى بهذه المنطقة تيطمن الليل، لأن من حق الإنسان يحتفل بهذه المناسبة في ظروف آمنة في سلام، ما يكونش شي حاجة اللي غتعكر لهم يعني الفرحة ديالهم بهذه المناسبة هذه. تصوروا معنا مشاهدي الكرام هاد الناس كلهم يعني اللي كاينين في هاد الحملة هادي، حتى هما كان عليهم انهم يكونوا مع وليداتهم في الاحتفال هذا. يعني الباشا والمرافقين ديالها يعني
كي يعني كيبحثوا في كل صغيره وكبيره. كان هنا واحد المكان ديال واحد الحارس ليلي وتم السؤال يعني طرح لي بعض الاسئله. كما قلنا قبل قليل يعني هاد الناس هادو اللي في هاد الحمله واللي كتمشيو على رجليهم وكيقوموا بهذا العمل هذا يعني حتى هما عندهم ابناء وعائله كانوا يكونوا حتى هما باقي مع العائله ديالهم يعني وكي كيحتفلوا بهذه المناسبة، ولكن لهما الهم ديالهم هو سلامة المواطن في الأساس عندهم، هما هنا في خدمة المواطن المغربي. ألف تحية لرجال السلطة في جميع ربوع المملكة المغربية العزيزة. لحد الآن مشاهدي الكرام مشاهدي فيس بريس الأمور هادئة والأمور يعني بسلام، ما لاحظناش شي تجاوز ولا شي حاجة، لا الكل يعني كل الأمور بخير. الناس فرحانة، الارتياح كاين، وهادشي اللي نصبوا إليه وكنتمناو باش هاد الليلة هادي تمر بسلام في جو يعني الفرح والسرور. مشاهدينا هناك كتائب بث مباشر في انتظار بث مشاهد اخر، وحنا ديما معاكم في هذه الحمله الامنيه وفي اخر مستجدات. دمتم في رعايه الله والى اللقاء. زين الوالده والسلام، غير السيده كتكون شي حاجه كنجول انا قلت لي ان شاء الله. كنت كنت مشاهدين هذه الارض الخلاء اللي يعني جات لها باشا منطقه الملليل رفقه السلطات للبحث عن بعض الخارجيه القانون. يعني هذا المكان هذا كما قال السيد الباشا هو مقر ل يعني المتشردين اللي كيجيو هنا لشرب الخمر واستهلاك المخدرات. يعني هذه الحملة الأمنية المشتركة يعني من طرف السيد الباشا رفقة القياد وبعض الناس السلطات يعني لقد استحسان من الساكنة هنا في المنطقة.
يعني كما كنا في هذه الأرض هذه يعني الخلاء يعني الظلمة اللي فيها يعني كتولي كما كنشوفو هنا مشاهدي الكرام فهذا يعني استغلت الأرض هذه ومربي فيها بعض الدواجن وبعض الأغنام وهذا كي يردنا الى ما يسمى بتحرير الملح العمومي لهذه المنطقه اكيد غتعرف بزاف الحملات لان حسب يعني المتابعه ديالنا فلقينا بزاف تاع يعني الساكنه واصحاب المحلات اللي مستغلين استغلال كلي للملك العمومي كما الشيء اللي كنشوفوا هذه المحلات هادو امامنا يعني مستغلين والعديد من المحلات مستغلين الملك العمومي اكيد غنتحركوا دابا مع السيارات ومع سياره الباشا الى مكان اخر اكيد مشاهدك راه تمشينا في اي بلاصه مشوف فيها سعاده الباشا والقياد كيوقفوا باش يشوفوا خصوصا هاد الحراس الليليين اللي كيديروا واحد يعني واحد كما كيتسمى قريطة على شكل بيوت يعني خصهم يشوفوا اش كاين في الداخل
اسمعني الشفاعة. يعني المشاركة راهم تحركوا القافلة من جديد. هذا فيرست بريس لازال معكم في هذه الحملة الأمنية المشتركة، يعني الحملة اللي كتنتقل من مكان إلى مكان، منطقة سيدي الحجاج التابعة لنفوذ منطقة تملي السبيت. مشاهدينا هناك تعليمات المباشر ديالنا، ما تمشيوش بعيد، لازلنا في يقوم معنا.